هسه جايبين جابوا بيض وجابوا هذا الاحمر ناس دي هذا جابوه خلطوا شو يديروا عليه حطوا عليه قلت لهم بيض لا حرام تصير زني حرام بيض صبروا هذول الثاني اليوم طبعا وهي طحين وهي عندنا هون هون هاي خلطة غريبة لا لا بيض لا في حليب حليب حاطين البلالين خلاص في كاتشب شو هاي الخلطة؟ هاي خلطة متكونة من كاتشب وطحين اليوم عريسنا صاحبنا همام الشرقاوي طبعا احنا بنعمل له عادات وتقاليد هي من زمان ايام سيدي وستي زمان احنا كان انا طبعا كنت عريس سابق وكلت كتلي من همام شخصيا بس انا بستنى بعرس ان شاء الله بديش اضرب اضرب لا يعني زي ما شايف في بيض وطحين وكاتشاب وهي شغلات انه يعني انه ما تضروش فيه يعني مزحه خفيف لطيف من الشباب هي كل القصه وان شاء الله الله يهنيه وان شاء الله ابني بضرب ابنه نفس الشيء ان شاء الله